يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز. النهاردة هيكون معانا حلقة فيها جميع الأخبار اللي اتكلمتوا فيها على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع. ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك، واللي هيكون فيها خناقة بيكي وشاكيرا، ميسي يدخل التاريخ، إيلون ماسك وحب مصر، عودة شيرين، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. واضح كده انه الخناقات بين المنفصلين واحدة في كل حتة في العالم، وده على اختلاف جنسياتهم وطباعهم وحتى مراكزهم الاجتماعية. وواضح برضو انه زعل الست وحش في كل حتة في العالم، ولما بتقلب على الراجل محدش بيعرف يوقفها. وعشان اللي مش متابع، الاسبوع اللي فات كان في خناقة اتصدرت الترند على السوشيال ميديا، وكانت الخناقة عبارة عن تلقيح بالكلام والاغاني بين النجمة العالمية شاكيرا وبيكي. شاكيرا من ايام نزلت اغنية جديدة بتقول كلماتها: رأيت نفسك صغيرا بالنسبة لي، فأردت الارتباط بفتاة من مستواك. اللافت للنظر بقى إن الأغنية حققت 66 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب بعد طرحها ب 24 ساعة بس، يوم واحد، عشان تبقى الأغنية الأكثر مشاهدة في تاريخ الموقع كله. الموضوع ما وقفش هنا، لأن بيكي لما سمع الأغنية ما سكتش. صحيح هو ما واجهش الكلام بشكل مباشر لشاكيرا، ولكن رده جه بعد صدور الاغنيه مباشره، لما كتب على صفحته على موقع تويتر تويتر كده قصيره جدا، وقال فيها: يمكن ان تكون الحياه رائعه. من الواضح كده ان المشكله دي هتكمل معانا شويه، لان دي تاني مره في كام شهر تقريبا شاكيرا تنزل اغنيه تقول فيها كلام تقصد فيه ابو ولادها بيكي بعد انفصالهم بسبب خيانته ليها. الأسطورة ميسي اتصدر الترند الأسبوع ده لأكتر من سبب. السبب الأولاني هو دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات رسمية معاه، وعرضهم عليه مبلغ مالي خرافي، وهو كان بقى 300 مليون دولار سنويا. وعشان اللي مش متابع الدوري السعودي، خليني أقول لك أن الصفقة دي هي محاولة من النادي اللي هو الهلال للرد على قيام نادي النصر، واللي نجح في ضم طبعا كريستيانو رونالدو. من الاخر، الهلال والنصر هناك عاملين زي عندنا هنا الاهلي والزمالك. اما تاني حاجه خلت ميسي يتصدر الترند كانت التيشيرت الذهبي اللي اتعملت له مخصوص، وده تكريما ليه على انجازه الاخير مع منتخب الارجنتين والفوز بكاس العالم. التيشيرت الذهبي دي هيتم وضعها في متحف الفيفا، وهو مصنوع من اقمشه خاصه جدا داخل فيها الذهب وفيها بعض القطع الذهبيه بالكامل زي شعار المنتخب الارجنتيني. اتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا حول العالم مع التويته اللي كتبها رجل اعمال إيلون ماسك مالك موقع تويتر طبعا، واللي اشاد فيها بالحضاره المصريه. متابعين إيلون ماسك اتفاعلوا بشكل كبير مع التويته، وقدرت انها تجمع اكتر من 7 ملايين مشاهده وحوالي 65 الف اعجاب و3600 ريتويت، اضافه طبعا لالاف التعليقات. بمجرد كتابة التويتة دعا مصريين كتير لزيارة مصر، وأبرزهم الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، وكتبت في التويتة: تعالى وانضم إلينا واكتشف المزيد من القصص غير المروية عن مصر القديمة في المتحف المصري الكبير مع المجموعة الكاملة وغير المسبوقة للملك توت عنخ أمون. إنها تجربة لا مثيل لها، ومصر بترحب بيك. وعلق كمان هنيدي بطريقه كوميديه وقال: تعالى لمصر يا رجل وساكون مرشدك الشخصي، مضيفا انها هيعمل ده ببلاش وهيكون مجانا. الفنانه شيرين عبد الوهاب اتصدرت الترند خلال الايام اللي فاتت بعد حفلتها الاخيره في الكويت، وخصوصا ان ده الظهور الرسمي الاول لشيرين بعد مشكلتها الاخيره. طبعا يمكن الحفله كان فيها اكتر من حاجه اتصدرت الترند، منها فيديو لجزء من الحفله شيرين بتسال فيه الجمهور: بتحب حسام ولا لا؟ ولكن الجمهور رد وقال لا. شيرين كمان اتصدرت الترند بسبب زيارتها للمطرب فضل شاكر في لبنان، والفيديو اللي انتشر ليهم وهم بيسترجعوا ذكريات اغنيتهم العام الجديد. وبسبب الاشاعات اللي انتشرت حوالين الزياره دي وانه فضل شاكر ممنوع عنه الزيارات، ردت شيرين وقالت انها حصلت على التصاريح اللازمه لزيارته. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك.